شو مالو الثاني الحرار هذا الحزب اللي عنده 40 سنة انتخابات اللي غادي تتم في ظرفية لها خصوصية. البرنامج كيعتمد على خمسة ديال المرتكزات. المرتكز الأول مرتبط أو خمسة المرتكزات اللي كتشكل بالنسبة لنا أولوية بالنسبة للعمل الحكومي، علما بأنه كاين جوانب أخرى سياسية إلى آخره اللي ما غنطرق لهاش. المرتكز الأول هو المدرسة، كنعتبره بأنه المدرسة من بين أولويات الحكومة المقبلة. المدرسة خاصها تبعد من التجاذبات السياسية، المدرسة ديال المغاربة كلهم، وهذه المدرسة خصنا نهتموا بها باش نعطيوها الحلول اللي كينتظروها الآباء وكينتظروها المواطنين. الركيزة الثانية مرتبطة بالصحة. عملنا بزاف ديال الحوايج، اليوم خصنا نرفعوا من الوتيرة. أولا العالم القروي 300 مركز مبني ما فيه تجهيزات ما فيه يعني مختصين. الأولوية خصها تعطيها 300 مركز غادي تسمح لنا باش نغطيو على الأقل 70% من الحاجيات ديال العالم القروي، إلى زيادة على الوحدات المتنقلة اللي غتمشي للأسواق، لأن هذا الجانب هذا غادي يحل مجموعة ديال الإشكالات، زيادة على المستعجلات، زيادة على مجموعة ديال التدابير اللي كيقترحها التجمع في هذا المجال. المرتكز الثالث مرتبط بالتشغيل. ملي كنتكلم على التشغيل كنتكلم على انتظار ملح ديال المواطنين. التجمع الوطني الأحرار جاب مجموعة ديال المبادرات، مخطط التسريع الصناعي 500 ألف منصب شغل اللي يمكن تحدث في الخمس سنوات المقبلة، زيادة على القطاعات الأخرى اللي يمكن كذلك تحدث مناصب شغل جديدة في إطار هذه المقاربة ديال النموذج الاقتصادي المغربي. جانب ديال التشغيل أساسي، والهدف ديالنا هو أننا نقلصوا من عدد البطالة باش ينقص على 8%، بمعنى أننا غنكونوا في واحد الوتيرة على الأقل ديال 100 ألف منصب شغل قار كل سنة. الجانب ديال الشباب ركيزة ديال المجتمع، طاقة ديال المجتمع، الاهتمام على مجالين، مجال ديال التكوين ديالهم والتهيئ ديالهم، والمجال ديال الفضاءات اللي يمكن بالنسبة للشباب المغربي أنه يطور الهوية الشخصية ديالو ويطور المواهب ديالو. الركيزة الخامسة هي التضامن. احنا بلاد اللي في حاجة ماسة إلى مزيد من التضامن وتقوية التضامن، لأن التضامن كيقوي التماسك المجتمعي وكيحمي كذلك مجموعة ديال المواطنين من الآفة ديال الهشاشة، من الآفة ديال الفقر، من الأمراض، من مجموعة ديال المخاطر اللي كتمس هاد الفئات المجتمعية. إذن خمسة ديال الركائز اللي ركزنا عليها في إطار هاد البرنامج ديالنا، علما بانه كاين هناك مرتكزات اخرى اللي غادي نهتموا فيها، بما فيها العداله، بما فيها الفضاء العيش، بما فيها مجموعه ديال القضايا الاخرى. علاش كنتكلموا على الاولويات؟ لانه الحاجيات متعدده، والامكانيات للاستجابه على هذه الحاجيات كلها غير متوفره. لو بغيتي دير كل شيء راه ما كدير حتى حاجه، ولهذا قلنا هذه مرحله اللي خصنا نقووا فيها المناعه ديال بلادنا. كاين هناك تهديدات، كاين هناك مخاطر الارهاب، التطرف، يعني هاد الظواهر الجديده اللي كيعاني منها العالم وكيعاني منها دول ومجتمعات، باش نواجهوها خصنا نقووا المناعه ديال بلادنا. وباش نقووا المناعه ديال بلادنا كاين الديناميه ديال الوتيره ديال النمو، كاين الاشياء اللي كينتظرها المواطن اللي كتهم الحياه المباشره ديالو والكرامه ديالو، وكاين بالطبع الجانب ديال التضامن. المرتكز الثاني الصحة، المرتكز الثالث التشغيل، المرتكز الرابع الشباب، والمرتكز الخامس التضامن.